السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا سمية؟ الحمد لله بخير زي حضرتك يا مستر. الله يخليك يا جميل. بس ننتظر بس كام دقيقة كده نشوف زمايلنا، تمام؟ ونشتغل على طول إن شاء الله. تمام؟ زهرة، نورت يا زهرة. زي حضرتك يا مستر. نورت يا ست الكل. اللابتوب نور. صح يا سمية؟ صح يا سمية؟ ايه مستر؟ مش تليفونك نور أول ما زهرة دخلت؟ أكيد يا مستر. ماشي. طيب بقى قبل ما نبدأ في الحصة، في حد عنده حاجة صعبة في اللي فات ممكن نشرحها له تاني؟ بما إن في وقت فاضي دلوقتي، يعني هل حد عنده حاجة صعبة عايز يستفسر فيها ممكن نشرحها له تاني؟ ها؟ طيب. أي مستر؟ نعم، عندك ايه يا ماما؟ انتوا أنا كده بقول شايفين لأ. الشاشة الأول؟ شايفين مستر الشاشة دلوقتي طيب؟ زهرة. الشير اشتغل؟ طيب يا مستر، شغال على ايه طيب؟ على التيمز، على تيمز. ما جابش الدولة؟ ما جابش لأ الدرس؟ لأ لأ، تمام. طب وكده اشتغلت، اشتغل كده مستر. جاب الدرس يعني؟ يا مستر دولة المماليك صح؟ المماليك. تمام. طيب يعني الدنيا تمام، مفيش حاجة صعبة يا الحمد لله مستر. في التاريخ صح؟ الحمد لله. تمام. طب احنا اخر درس خدناه ايه؟ حد يفتكر؟ اللي هو ها؟ الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي وكده. تمام. طب لو سألتك يا سمية، ايه اسباب سقوط الدولة الأيوبية؟ ها؟ علشان المغوليين صح؟ علشان ايه؟ لا، الحملة الصليبية هنا الأموية اللي كانت المغوليين، الحملة الصليبية صح؟ الحملة الصليبية. مالها الحملة الصليبية؟ هي السبب في نهاية الدولة. سبب نهاية الدولة. تمام، هنركز مع بعض علشان كمان قامت دولة المماليك. عشان كمان قامت دولة المماليك. تمام، احنا نبدأ إن شاء الله الدرس بتاعنا، تمام، ونشتغل لأن الدرس النهاردة جميل جدا وشيق جدا. ريتال، يا مرحبا يا ريتال، يا مرحبا. عاملة ايه ريتال؟ الحمد لله يا أستاذ. ازي حضرتك؟ بخير يا جميلة الحمد لله. طيب بسم الله نبدأ حصة النهاردة ودرس جديد بعنوان دولة المماليك. درس جديد بعنوان دولة الايه؟ المماليك. طيب هنا بقول سؤال مهم جدا، ما النتائج المترتبة على صلح الرملة؟ حد فاكر صلح الرملة كان بين مين ومين؟ ها؟ اللي هو ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي. صلاح. تمام، ايه النتائج المترتبة على صلح الرملة بقى؟ بيت المقدس كان في عيد المسلمين، تمام، وايه تاني؟ وسمحوا للأوروبيين والمسيحيين إنهم يحجوا.
وبقى ويوصل بقى واحد المدن عادي. الساحلية في يد الصليبيين. تمام جدا كده، وبقاء بعض المدن الساحلية في يد الايه؟ الصليبيين، ويكون للصليبيين بعض المدن الساحلية وبقاء بيت المقدس في ايد المسلمين، والسماح للمسيحيين الاوروبيين بالحج البيت الايه؟ المقدس. واتكلمنا على خلفاء صلاح الدين الايوبي اللي هو الملك العادل والملك الكامل والملك الصالح، تمام؟ واتكلمنا على زوجة الملك الصالح اللي هي شجر الايه؟ الدر، شجر الايه؟ الدر، الدور وابن شجر الدر اللي هو اسمه توران توران شاي. شاه. تمام جدا كده، نبدأ بقى من عند توران شاه. هنا بقى هنتكلم من هم المماليك واتساع دولة المماليك واشهر سلاطين دولة المماليك والسلطان قطز واحوال مصر في عهد الايه؟ المماليك. مين هم المماليك يا مصر؟ المماليك يا حبايبي دول مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيون، يعني الدولة الأيوبية جلبهم مين؟ الأيوبيون، من أسواق الإيه؟ من أسواق الرقيق وأسرى الحروب للاستعانة بهم في الجيش وحراسة السلاطين. لا واحدة واحدة يا مستر، مش فاهمين برضو مين هم المماليك. باختصار يا حبايبي المماليك دول كانوا أطفال وكانوا عبيد في الأسواق، والدولة الأيوبية اشترتهم من الأسواق ودخلوهم مدارس خاصة. هل المدارس دي كانت بتعلمهم القراءة والكتابة ولا بتعلمهم ايه؟ لا يا مستر، لا كانت بتعلمهم امور الحرب، كانت بتعلمهم الفروسية. المدارس دي كان اسمها مدارس الطباق في عهد المماليك والدولة الايوبية، كان اسمها مدارس الايه؟ الطباق. لما الدولة الايوبية ضعفت، تمام كده، المماليك دول كانوا خلاص اتخرجوا من المدارس وبقوا ناس اقوياء. طلع المماليك من المدارس وقاموا بقتل توران شاه. طبعا احنا عارفين مين توران شاه، ده اخر سلاطين الدولة الايوبية، وبكده المماليك سيطروا على العرش. هنا بقول لي بما تفسر احتلت مصر مركز الصدارة في عصر المماليك. مش معنى يا مستر احتلوا مصر، ليه يا مستر المماليك جم على مصر على طول؟ هنقول احتلت مصر مركز الصدارة لأنها استطاعت تصفية الوجود الصليبي أول حاجة. رقم اتنين، التصدي للخطر المغولي. مصر كانت قوية في الفترة دي، ودي كانت سبب من الأسباب اللي خلت دولة المماليك تيجي عندنا فين؟ مصر. يبقى أول نقطة كده حبايبي، مين هم المماليك؟ هم أجناس مختلفة جلبهم مين؟ الأيوبيون، من أسواق الرقيق وأسرى الحروب للاستعانة بهم في الجيش وحراسة السلاطين. طب ليه يا مستر بما تفسر احتلت مصر مركز الصدارة في عصر الدولة المماليك؟ هنقول لها انها استطاعت تصفية الوجود الصليبي والتصدي للخطر الايه؟ الصليبي. طيب دولة المماليك، طبعا اتكلمنا على توران شاه. بعد ما قتل توران شاه، مين هو توران شاه؟ حد يقول لي برضو مين هو توران شاه؟ ابن الملك الصالح وشجرة ابن الملك الدر. الصالح ومن شجرة الدر. ممتازين. وكان اخر سلاطين دولة الايه؟ المماليك. طب لما اخر سلطان يموت يبقى الدوله انتهت، يبقى الدوله الايوبيه انتهت خالص، تمام؟ بعد ما قتل توران شاه اخر ملوك الدوله الايوبيه على يد امراء المماليك، يعني المماليك يا مستر هم اللي قتلوا توران شاه، اتفقوا على تنصيب شجر الدر ملكه على البلاد، وكانت شجر الدر اول امراه مسلمه تتولى حكم البلاد. هيقول لي امرأة مسلمة تولت حكم البلاد هيبقى شجر الايه؟ الدر. ولكن لم يوافق الخليفة العباسي على تولية امرأة الحكم، ما النتائج المترتبة على ذلك؟ ازاي ما ينفعش امرأة تتولى حكم مسلمين؟ فرفض الخليفة العباسي. بس شجرة الدر طلعت ناصحة شوية، قالت طب انا هتجوز عز الدين ايبك وهتنازل له للخلافة. وفعلا قامت شجر الدر بزواج بين عز الدين الايبك وتنزلت له عن الخلافه، واصبحت مصر ملكا لعز الدين ايه؟ ايبك. ملكا لعز الدين ايه؟ ايبك. يبقى هنا هيقول لي ما النتائج المترتبه على عدم موافقه الخليفه العباسي على توليه امراه الحكم؟ هيقول لي مما ادى الى تنازل شجر الدر لزوجها عز الدين ايبك عن الحكم، وبذلك قامت دوله الايه؟ المماليك، لان عز الدين الايبك ده كان ايه؟ من المماليك. تمام جدا يا مستر كده. طب عايزين نبدا او نعرف دوله المماليك بدات ازاي او اتسعت ازاي.
اتسعت دولتهم حتى شملت مصر والشام والحجاز واليمن وبلاد النوب وإقليم برق. تمام؟ تاني، اتسعت دولة المماليك فشملت ايه؟ حد يقول لي يلا. ها؟ مصر والشام واليمن وبرقة. إقليم بركة، إقليم بركة. تمام. طيب، استمر حكم المماليك حوالي قرنين ونصف. يعني ايه قرنين ونصف؟ 200 سنة ونص. يعني ايه 200 سنة ونص؟ يعني 250 سنة. ايوان، 250 سنة، ما تسمعش 200 سنة ونص. تمام. استمرت دولة المماليك قرنين ونصف. تمام. طيب، يعني 250 سنة. طب حد يعرف بركة الأول كده؟ بركة دي حاليا ايه؟ احنا قلنا احتلت مصر والشام والحجاز، تمام، واليمن وبلاد النوبة وبركة. بركة حاليا ايه؟ الجزائر، يعني تونس. تمام. طيب، هنا بيقول لي يعني قبل تونس كده بشويه، هنا بيقول لي بقى اشهر سلاطين دولة المماليك. بدأ العهد المملوكي بشجر الدر، يبقى أول المماليك يا حبايبي كان شجر الدر. فتنازلت عن الحكم لصالح زوجها اللي هو عز الدين أيبك. بعد مقتل عز الدين أيبك، قال له هو عز الدين أيبك كمان اتقتل زي توران شاه؟ عز الدين أيبك اتقتل زي توران شاه. تولى من بعده ابن المنصور. يبقى بعد مقتل المنصور عز الدين أيبك، تولى بعديه المنصور. وكان صغيرا، كان عنده 15 سنة المنصور علي، كان عنده 15 سنة. فعين واصيا علي، يعني قال ما ينفعش ان انا اكون ملك، لازم واحد يكون واصي علي. فعين واصيا علي، فكان مين؟ سيف الدين قطز، وخاصة وان المغول كانوا على اعتاب مصر. تاني حبيبي، تاني مع بعض، واحدة واحدة. بدأ العهد المماليك بمين؟ بشجر الدر. تنازلت شجر الدر لزوجها عز الدين أيبك. بعد مقتل عز الدين أيبك، تولى المنصور ولكنه كان صغيرا لا يتعدى 15 سنة. فعين واصيا علي، اللي هو مين يا مستر اللي كان واصي على عز الدين أيبك؟ المنصور، اللي هو سيف الدين قطز. طب كان خطر، كان في خطر موجود في الفترة دي بيهدد الدولة المملوكية، فكان لازم يكون واحد قوي يتولى الحكم بدل المنصور، فهو كان مين؟ فكان سيف الدين قطز، خاصة وأن المغول كانوا على أعتاب إيه؟ مصر. ركزوا معايا، لأن في تمرين هيبقى على فورم في نهاية الحصة، فركزوا معايا عشان هخليكم تحلوا التمرين معايا. خلع قطز المنصور. إزاي يا عم قطز؟ مش المنصور ده اللي خلاك واصي عليه؟ أنت ليه خلعته من الحكم؟ قال لي يا عم علشان كان في خطر كبير جدا جاي على العالم، وما ينفعش طفل صغير هو منصور يتولى الحكم، فأنا خلعت المنصور علشان أنا أتولى الحكم اللي هو اسمه المنصور علي. بما تفسر؟ قام سيف الدين قطز بخلع المنصور علي، هنقول لحاجة الدولة إلى حاكم قوي يتصدى للغزو المغولي على مصر اللي هو التتار. يبقى لو سألناكوا كده وقلنا بما تفسر؟ قام عز الدين أو قام سيف الدين قطز بخلع المنصور علي، قولي لي يا زهر. يلا. لأن الدولة كانت تحتاج إلى حاكم قوي يتصدى للغزو المغولي على مصر. تمام. لو سألت كريتال ما هو الخطر الذي كان يهدد الدولة المملوكية في عهد المنصور علي؟ خطر المغول. المغول. سمية، ما النتائج المترتبة على تعرض خطر الدولة إلى خطر المغول في عهد المنصور علي؟ خلع المنصور علي من الحكم. أيوان، تم خلع المنصور علي وتولية سيف الدين قطز حكم إيه؟ الدولة. إحنا كده لا عندي كده. تمام. مين هم المغول بقى يا مستر؟ أو التتار؟ هقول لكم المغول دي قبائل رعوية جاءت من آسيا الصغرى،
من منطقة اسمها منطقة منغوليا، عشان كده اسمهم المغول. وحدهم الحاكم الأعظم اسمه جنكيز خان. جنكيز خان هو ده اللي قدامنا، ده اسمه جنكيز خان. لم الرعاة على مستوى العالم اللي منغوليا، اللي كانوا في منغوليا في آسيا الصغرى، وعملوا حاجة اسمها مغول. استطاع جنكيز خان في فترة قصيرة أن يمد نفوذه على آسيا وأجزاء من أوروبا، وغزا معظم أجزاء العالم الإسلامي. بعد وفاة جنكيز خان تولى حفيده اسمه هولاكو. حفيده اسمه إيه؟ هولاكو. في حد منكم سمع اسمه هولاكو ده قبل كده؟ تمام جدا. يبقى هولاكو ده حفيد مين؟ هولاكو ده حفيد جنكيز إيه؟ جنكيز خان. مين يا مستر جنكيز خان؟ جنكيز خان ده من آسيا الصغرى، وهو من بلد اسمها منغوليا، هو اللي وحد مين؟ المغول. والمغول لما زادوا جم على دولة المماليك وهددوا خطر المماليك، علشان كده تصدى ليهم مين؟ سيف الدين قطز. هولاكو بقى استكمل هولاكو مسيرة جده جنكيز خان. ما نتائج قيام هولاكو بإسقاط الخلافة العباسية في بغداد؟ قال له هو هولاكو أسقط الخلافة العباسية في بغداد؟ النتائج اللي ترتبت على كده يا مستر: دخل بغداد وقتل الكثير من أهلها من الرجال والنساء والعلماء. إيه اللي حصل بعد كده؟ هدموا المساجد وألقوا بكتب مكة مكتبة بغداد في نهر دجلة. رقم 3، قتلوا آخر الخلفاء العباسيين في بغداد وهو المستعصم عام 1258، آخر الخلفاء العباسيين، ولم يبقى أمامهم سوى مصر. قدامكم دقيقة تحفظوا له هولاكو عمل إيه، وهسمعها لكم أنتوا الثلاثة. يلا. تمام. حد حفظ؟ حد يقول لي هولاكو عمل ايه؟ انا يا مستر. اتفضلي يا زهر. استكمل هولاكو مسيرة جده جنكيز خان، ودخل بغداد وقتل الكثير من اهلها من الرجال والنساء والعلماء. ممتاز. وهدموا المساجد، وألقوا الكتب بمكتبة بغداد في نهر دجلة، وقتلوا آخر الخلفاء العباسيين المستعصم. المستعصم. تمام تمام. يلا يا زهرة كده. شكرا يا شكرا يا زهرة. يلا رتاء. قتل الخليفة العباسي المستعصم وأكمل المسيرة بعد جده جنكيز خان، وقتل الآلاف من الرجال والنساء والعلماء، وهدم المساجد، وحرق الكتب وألقاها في نهر الدجلة. حرق الكتب مكتبة في نهر الدجلة. ممتازة. يلا سمية. قتل كثير من أهل بغداد سواء من نساء أو رجال أو أطفال أو علماء، وألقى بالكتب الخاصة بمكتبة بغداد في نهر دجلة، وقتل المستعصم بالله عام 1258. وده كان آخر الخلفاء الإيه؟ العباسيين. العباسيين. وكده تكون الخلافة العباسية انتهت بسقوط إيه؟ بغداد. تمام؟ ولما يبقى أمامه سوى مصر، عايز يسيطر على مصر بقى. هولاكو جاي وعايز يسيطر على مصر، هيعمل إيه؟ جاء قطز بقى ووقف وش هولاكو. بدأ قطز يستعد للقتال، فجمع الأموال وأعد الجيش لسد خطر الإيه؟ المغول. أرسل المغول رسالة إلى قطز. أرسل المغول رسالة إلى مين؟ قطز. يطالبون فيها بإيه؟ قالوا له اتسلم. أنا قطز بالاستسلام، فأمر بقتل رسل المغول حتى لا يبقى مجالا للتردد. عارفين إيه اللي حصل يا جماعة؟ واحد من المغول أو المغول هولاكو يعني، باعت واحد برسالة إلى سيف الدين قطز، قل له إن هو يستسلم. فطبعا قطز عمل ايه؟ راح قتل الراجل اللي جايب الرساله ده، اسمه رسول، علشان ما يكونش في وقت للنقاش. قتله.
حتى لا يبقى مجالا للتردد، واستحدث المماليك على القتال، واستحث المماليك على القتال، يعني قال للمماليك جهزوا. وفعلا حصلت معركة اسمها معركة عين جالوت. ايه هي معركة عين جالوت دي؟ يعني كانت بين المماليك وكانت بين المغول، المماليك ضد مين؟ المغول. طيب دارت المعركة في عين جالوت بفلسطين بين المماليك والمغول، واضطربت صفوف المماليك. في بدء الأمر يا حبايبي صفوف المماليك ارتبكوا، يعني ما عرفوش ان هم يسيطروا عليه على أمور المعركة في بداية الايه الأمر، ولكن قام قطز بخلع الخوذة بتاعته ورماها على الأرض، وفضل يصرخ ويقول ايه وإسلاما وإسلاما وإسلاما. فالتم المماليك مرة أخرى وتقدم معه جنده وهجم على المغول بحماس جد شديد. يبقى في بداية المعركة كان الانتصار في حليفا للمغول، ولكن في نهاية المعركة انتصر سيف الدين قطز على المغول، انتصر سيف الدين قطز على المغول. لو سألت سمية ما النتائج مترتبة على معركة عين جالوت؟ فاز المماليك. في بداية الأمر هتقولي لي في اضطربت صفوف المماليك بداية في بداية الأمر اللي ارتبكوا، وكان الفوز للمغول، ولكن في النهاية قال سيف الدين قطز قال وإسلاما وإسلاما وإسلاما، بعدين اتحمس الجيش بتاعه فهم اللي فازوا. تمام ممتازة تمام كده يا جماعة. يبقى احنا لحد الآن ماشيين كويس. المغول صلاح سيف الدين قطز حاربهم في معركة اسمها معركة عين جالو 6658. النتائج بقى انهزم المغول وحماية مصر والعالم الإسلامي من خطر المغول، دي النتائج المترتبة على معركة عين جالو. أثناء الفترة دي وسيف الدين قطز وهو راجع بقى بلاده قتل، أثناء عودة سيف الدين قطز إلى مصر دبرت له مؤامرة وقتل، وتسلم من بعده الحاكم واحد اسمه الظاهر بيبرس. واحد اسمه الظاهر ايه؟ بيبرس. يبقى تولى الظاهر بيبرس حكم مصر او حكم دولة المماليك بعد مقتل مين؟ سيف الدين قطز. طيب الظاهر بيبرس ده هيعمل ايه يا مستر؟ استطاع ان هو يسترد امارة اسمها امارة انطاكيا. مين منكم فاكر امارة انطاكيا؟ قلناها فين قبل كده؟ ها؟ رتال فاكرها؟ تقريبا فاكرها فين؟ فين يا ماما عمارة انطاكيا؟ في العباسية؟ لا زهرة فاكرها؟ دولة أيوبية تقريبا، بحاول افتكرها بس انا يعني بفكر اهو ان شاء الله افتكرها. دي في الحق فاكرها سمية؟ اللي هي اخدتها الدولة الصليبية. لا مش اخدتها، دي اللي كونتها الدولة الصليبية. مش احنا قلنا صليبيين في الحملة الأولى؟ الحملة الأولى كونوا ثلاث إمارات ومملكة، إمارة الرها وأنطاكيا وطرابلس، صح كده؟ دول في بداية أول معركة عندي، أول حملة صليبية استطاعوا تأسيس ثلاث إمارات اللي هي الرها وأنطاكيا وطرابلس ومملكة اللي هي مملكة بيت المقدس. مين اللي رجع أنطاكيا بقى؟ اللي رجع أنطاكيا الظاهر بيبرس من يد الصليبيين، وأعاد أحياء الخلافة العباسية في القاهرة مرة أخرى. إحنا من قلنا مين اللي أنهى الخلافة العباسية؟ لسه قايلين المغوليين. مين اللي قتل آخر الخلفاء العباسيين؟ هولاكو. هولاكو، وأسقطت الخلافة العباسية في بغداد. قال له أمال مين اللي رجع الخلافة العباسية مرة أخرى يا مستر؟ الظاهر بيبرس. معايا كده يا حبايبي؟ مين اللي عاد الخلافة العباسية مرة أخرى على مصر؟ الظاهر بيبرس بعد تدمير بغداد على يد المغول، وأنشأ مسجده الشهير. المسجد اسمه مسجد الظاهر بيبرس، وأقام المدرسة الظاهرية في القاهرة. هسمع لكم يا حبايبي، هسألكم في الظاهر بيبرس عمل إيه دلوقتي. أقام المدرسة الظاهرية في القاهرة واهتم بالزراعة فتحسنت أحوال البلاد الاقتصادية في عهده. تمام لحد هنا؟ تمام. معركة عين جالوت، صلاح الدين سيف الدين قطز وهو رجع إلى مصر اتقتل، وتم تعيين الظاهر بيبرس بعده يا مستر. الظاهر بيبرس عمل ايه يا مستر؟ عمل خمس حاجات.
استرد أنطاكيا، أعاد أحياء الخلافة العباسية، أنشأ مسجده الشهير اللي هو مسجد الظاهر بيبرس، أقام المدرسة الظاهرية، اهتم بالزراعة فتحسنت أحوال البلاد الاقتصادية. اللي يجهز منكم يقول لي يا مستر أنا جاهز، وهقول يا مستر الظاهر بيبرس عمل إيه. آه. مستر عمل 5 حاجات؟ آه 5. ماشي. أسيبه لكم الشاشة ولا أنتوا بتحفظوا من الكتاب؟ لا بعد إذنك بسيب لنا الشاشة. طب يلا. مش لازم بالنص يا حبايبي، مش لازم نفس الكلمة تتقال، ده مش قرآن كريم عشان تحفظوه بالحرف، أنا عايزكم تفهموا الأول، بعد كده تقولوا لي أنتوا فهمتوا إيه؟ عمل إيه؟ تمام كده؟ يعني مش تفهموا، مش تحفظوا بالنص. مين؟ زهرة؟ أقول؟ قول يا هحاول أقول. زهرة. ماشي، بنى المسجد المعروف باسمه مسجد الظاهر اللي هو اسمه مسجد بيبرس. تمام. بيبرس. والمدرسة الظاهرية بالقاهرة. ممتاز. واهتم بشؤون الزراعة وتحسنت أحوال البلاد الاقتصادية. تمام. واستولى على العديد من المدن التابعة للصليبيين ومنها مدينة أنطاكيا. وأحيا الخلافة العباسية. وأحيا الخلافة العباسية. بعد تدمير إيه؟ القاهرة بعد تدمير بغداد. تمام تمام يا دكتورة زهرة. يلا يا باشمهندسة ريتال، خلصتي؟ أيوه يا مستر. باشمهندسة ريتال. أنشأ مسجد الشهير بتاعه اللي هو خلصت يا ماما ولا خلصت يا مستر؟ تمام. سامعني؟ سامع يا فندم، اتفضل. عمل المسجد الشهير بتاعه ظاهر بيبرس، وعمل أقام المدرسة الظاهرية في القاهرة، واهتم بالزراعة وتحسنت أحوال البلاد الاقتصادية، واسترد أنطاكيا من الصليبيين، وأعاد أحياء الخلافة العباسية في القاهرة. ما شاء الله، ممتاز. طيب يلا يا دكتورة سمية. استرد أنطاكيا وبنى مسجده الشهير اللي هو مسجد الظاهر بيبرس، وأبنى المدرسة الظاهرية، واهتم بالزراعة، وأعاد الأحياء العباسية للقاهرة بعد تدمير بغداد بسبب المغوليين. تمام. يبقى ممكن نيجي نسأل سؤال هنا، انسب الأعمال الآتية، استرد أنطاكيا هيبقى مين؟ الظاهر بيبرس. تمام. مثلا قتل اخر الخلفاء العباسيين اللي هو مين؟ مين اللي قتل اخر الخلفاء العباسيين؟ هولاكو. هو اخر الخلفاء العباسيين الذي قتل على يد هولاكو هو مين؟ المستعصم بالله. تمام. قام بتأسيس دولة المغول. جنكيز خان. مين اللي أسس دولة المغول؟ جنكيز خان. إيه يا زهرة؟ إيه يا رتال؟ مش معايا ليه يا حبايبي؟ تمام. لا أنا بجاوب لحد الآن. تمام؟ ماشي يا ماما. في حاجة صعبة لحد الآن ولا نكمل؟ لا تمام. نكمل، تمام. مين ده؟ أخو مين ده؟ ماشي. طيب نيجي بعد كده على خلفاء الظاهر بيبرس. مين يا مستر اللي تولى الحكم بعد الظاهر بيبرس؟ واحد اسمه الأشرف خليل ابن قلاوون، ده تولى الحكم بعد الظاهر بيبرس. استردت عكا وسور وصيدة. ايه دي يا مستر؟ دي مدن برضو كانوا
الاحتلال عملوها في البلاد الاسلاميه وخدوها من البلاد الاسلاميه. فخلفاء الظاهر بيبرس اللي هو الاشرف خليل ابن قلاوون استرد عكا وصور وصيدا، وبذلك تم تصفيه الوجود الصليبي عام 690. نيجي على بعد الاشرف خليل ابن قلاوون الناصر محمد ابن قلاوون اقام نهضه عمرانيه لم تشهدها مصر في عهد اي سلطان مملوكي، اللي هو مين؟ الناصر محمد ابن قلاوون. الناصر محمد ابن ايه؟ قلاوون. تمام. طيب يبقى مين هم خلفاء الظاهر بيبرس؟ الاشرف خليل ابن قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون. برضو معاكم دقيقتين تحفظوا لي اعمالهم. مين اللي نهض الوجود الصليبي؟ مين اللي استرد عكا وسور وصيدا؟ مين اللي اقام نهضه عمرانيه لم تشهدها مصر في عهد اي سلطان من المماليك؟ اللي يجهز يقول لي يا مستر انا جاهزه. انا يا مستر. تمام اتفضلي. الاشرف خليل ابن قلاوون استرد مره تانيه عكا وصيده، مش فاكره الثالثه، وبعدين اللي هو تاني ناصر عكا وصيده وصور. عكا وصيده وصور، وبذلك تم تصفيه الحمله الصليبيه او الصليبيين. بعدين الناصر محمد بن قلاوون أقام نهضة عمرانية لم تشهدها مصر من قبل. ممتاز ممتاز. مين تاني؟ شكرا يا سمية. أنا يا مستر. زهرة اتفضلي يا زهرة. الناصر الناصر محمد بن قلاوون أقام النهضة العمرانية لم تشهدها مصر. استني هو اسمه ايه؟ الناصر محمد بن قلاوون. قلاوون اسمه الناصر محمد ابن قلاوون. قلاوون ماشي. يلا أقام النهضة العمرانية لم تشهدها مصر في أي عهد سلاطين، وخليل ابن قلاوون استرد عكا وسيدة وسور، وذلك تم تصفية الوجود الصليبي. مش فاكرة سنة كام صراحة. تمام ممتاز. يلا رتال. الأشرف خليل بن قلاوون استرد عكا وصيدة وسور، وذلك تم تصفية الوجود الصليبي. والناصر محمد بن قلاوون قام النهضة العمرانية وشهدت مصر. ممتاز. تمام. على فكرة الناصر محمد بن قلاوون يسمى عصره بالعصر الذهبي. تمام. ليه؟ محمد ابن قلاوون ده عمل حاجات كتيرة جدا. الناصر محمد ابن قلاوون عمل حاجات كتيرة جدا، وهو اصلا معروف بالناصر محمد. تمام. وعلى فكرة معلومة ليكم يا حبايبي برضو، الناصر محمد ده اتولد عندنا في القاهرة، مولود عندنا فين؟ في القاهرة. تمام. طيب نيجي بعد كده، يبقى احنا كده اتكلمنا على خلفاء الظاهر ايه؟ بيبرس. خلفاء الظاهر بيبرس اللي هو الاشرف خليل ابن قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون. احوال مصر في عهد المماليك، ونركز فيها جدا 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 جدا. احوال مصر في عهد المماليك. تمام. دلل اهتم المماليك بالعلم والعلماء. ايه الدليل يا حبايبي ان المماليك اهتموا بالعلم والعلماء؟ هيقول لي حيث أنشأ المماليك مدرسة اسمها المدرسة الظاهرية. معذرة يا حبايبي. معذرة. طيب يبقى هيقول لي دلل اهتم المماليك بالعلم والعلماء. هنقول حيث أنشأوا المدرسة الظاهرية التي أسسها الظاهر بيبرس، والمدرسة الناصرية شيدها سلطان الناصر محمد. ايه ده يا مستر؟ يعني هم أنشأوا مدارس؟ أنشأوا مدرسة اسمها المدرسة الظاهرية، وأنشأوا مدرسة اسمها المدرسة الناصرية. يبقى تاني هيقول لي دلل اهتم
اهتم المماليك بالعلم والعلماء، هنقول حيث أنشأوا المدرسة الظاهرية التي أسسها الظاهر بيبرس، والمدرسة الناصرية شيدها سلطان الناصر محمد. رقم اتنين، إنشاء المدارس والمساجد مثل مسجد الظاهر بيبرس. ده في الأحوال العلمية. طيب الطب، هل دولة المماليك يا مستر تقدموا في مجال الطب؟ هنقول آه، حيث شهد العصر المملوكي تقدما كبيرا في ميدان الطب، حيث بنى السلطان قلاوون المستشفى الذي كان يسمى باسم الايه؟ البيمرستان المنصوري. تمام كده حبايبي؟ يبقى المماليك، احوال مصر في عهد المماليك، هنقول تطورت الاحوال العلميه واحوال الطب. الدليل ان الاحوال العلميه تقدمت في عهد المماليك، هنقول حيث اهتموا المماليك بانشاء المدارس مثل المدرسه الظاهريه والمدرسه الناصريه، وانشاوا المساجد مثل مسجد الظاهر بيبر. طب الطب يا مستر، تقدموا في الطب. طب ايه الدليل؟ حيث بنى السلطان قلاوون المسجد المستشفى الذي كان يسمى باسم البيمرستان المنصوري. معاكم دقيقه يا حبايبي، برضو تحفظوا لي احوال مصر في عهد المماليك، الاحوال العلميه واحوال الطب. اللي يعرف يتكلم على طول. أنا يا مستر. أيوة يا مستر. أهلا. من علوك. طب خلينا تمام. يلا سمية. اهتموا بالعلم والعلماء، فبنوا المدرسة الظاهرية اللي بناها الظاهر بيبرس، والمدرسة الناصرية التي بناها الناصر محمد بن قلاوون، واهتموا بالمساجد فبنوا مسجد الظاهر بيبرس، وكمان اهتموا بالطب فبنى السلطان قلاوون المستشفى البيمارستان المنصوري. البيمرستان اسمه البيمرستان البيمرستان. ايوه، ايام زمان كانوا بيسموا المستشفيات بيمرستان. تمام كده، فاسمها البيمرستان. يلا مين تاني؟ ها انا يا مستر. يلا زهر، جهزي نفسك كرتان. اهتموا بالأحوال العلمية، حيث بنوا المدرسة الظاهرية التي أسسها الظاهر بيبرس، والمدرسة الناصرية التي بناها السلطان الناصر، وأنشأوا المساجد الناصر محمد قلاوون، وأنشأوا المساجد مثل مسجد الظاهر بيبرس. وبرع برضو في مجال الطب، حيث بنى السلطان قلاوون المستشفى الذي كانت تسمى باسم بيمرستان المنصوري. ممتازة، يلا رتان. الأحوال العلمية، اهتم الظهر المدرسة الظاهرية بناها ظاهر بيبرس، والمدرسة الناصرية اللي بناها الناصر محمد، وأنشأوا المساجد زي مسجد الظاهر بيبرس. وفي الطب، بنى السلطان قلاوون مستشفى اسمها البيمارستان المنصوري. تمام، ممتازين جدا، ما شاء الله ما شاء الله. نكمل بقى حبايبي، ونيجي نشوف ايه اللي حصل لمصر في عهد المماليك. بعد كده في احوال اسمها احوال اقتصاديه، ونركز في الاحوال الاقتصاديه. احوال مصر في عهد المماليك في الاحوال الاقتصاديه مستر حصل ايه؟ هقول لكم، اهتموا بالصناعه، كانت دوله قويه، اهتموا بالصناعه، فكانت مصر اشهر المراكز الصناعيه في العالم كله، في العالم الاسلامي. واهتموا بالزراعه، ايه الدليل؟ حط هنا دلل، نكتب دلل. اهتم المماليك بالزراعه، هنقول حيث شقوا الترع والقنوات وتنوعت المحاصيل الزراعية في عهدهم. ما شاء الله، ده كله حصل في عهد المماليك. بس ما نفرحش قوي كده،
هم قعدوا 250 سنة أو ما يقارب من 250 سنة، ولكن جت في فترة من فترات وضعفت زي ما قلت لكم في أول حصة خالص. إن الدولة عاملة زي ليه؟ حد فاكر أنا قلت له أي دولة تقوم بتبقى عاملة زي إيه؟ حد منكم فاكر؟ يا رب تفرحوني وتقولوا لي. ها يلا يا زهر. أول الدولة بتكون ضعيفة وبعدين أيوة. بتقوى وبعدين أيوة بتضعف تاني. ممتازة جدا ممتاز، أيوة كده فرحيني يا شيخ. قلت لكم الدولة أول ما بتبدأ كبيبي صغير بيبقى ضعيف، بعد كده بيجي فترة الشباب فبتبقى الدولة قوية، بعد كده بتيجي فترة الشيخوخة إن خلاص بقى الواحد كبر في السن فبيضعف تاني. هي الدولة بتبدأ كده. لو تفتكروا في بداية المماليك اللي هم تخلصوا من تورانشاه شاه وكانوا أقوياء، وتقدمت الزراعة والصناعة والتجارة كانوا أقوياء، جت في فترة بعد كده ضعف التاني وطارت دولة المماليك. إحنا هناخد بقى ليه دولة المماليك طارت دي. بصوا معايا، شايفين الخريطة اللي قدامي؟ شايفينها؟ اه يا مستر شايفين. تمام. شفت مكان السهم بتاع الشاشة فين؟ السهم أهو شايفينه؟ تمام. مكان السهم ده دولة مصر. تمام. دولة مصر مكان السهم بالظبط مصر، اللي هي بتربط البحر المتوسط فوق بالبحر الأحمر تحت هنا. تمام. الناس كانوا بيجوا من أوروبا من فوق كده ويدخلوا في البحر المتوسط ويعدوا على دولة المماليك هنا من مصر، بعد كده يخشوا في البحر الأحمر، بعد كده يروحوا الهند، بعد كده يروحوا لايه؟ الهند. طيب ايه اللي دخل ده في دولة المماليك؟ ما انا اقول لكم ان دولة المماليك كانت بتاخد منهم ضرائب كتيرة جدا، فعلشان كده دولة المماليك كانت غنية. طيب يا مستر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لدولة المماليك؟ طيب معايا. بعد كده دولة المماليك ايه اللي ضعف دولة المماليك؟ ايه اللي ضعف دولة المماليك بعد كده؟ هقول لكم يا حبايبي ان الدول الاوروبية ما عادوش بيعدوا على دولة المماليك. ليه يا مستر؟ لان دولة المماليك كانت بتاخد منهم ضرائب كتيرة جدا، ففكروا ان هم يشوفوا طريق تاني. طريق تاني؟ اه. شوف كلمة البرتغال فين يا مستر؟ دول اسمهم البرتغاليون، دولة البرتغال. شوفوا بدأوا يمشوا على الطريق الاحمر ده، الطريق الاحمر ده، ووصلوا الى الهند برضو. قال له نفس الطريق يا مستر. اه نفس الطريق. هل كده حد هيعدي على دولة المماليك يا حبايبي؟ في حد كده هيعدي على دولة المماليك؟ لا، فمش هيبقى فيه ضرايب، فهيقل النفوذ بتاعة الدولة. ممتازة. فدولة المماليك ضعفت من الناحية الاقتصادية بسبب اكتشاف البرتغاليين اسمهم ايه؟ البرتغاليين طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق اسمه طريق رأس الرجاء ايه؟ الصالح. ممكن نسأل سؤال هنا، ما النتائج المترتبة على اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح؟ هنقول أدى إلى ذلك إلى تدهور دولة الايه؟ المماليك الاقتصادية. تدهور دولة المماليك الايه؟ الاقتصادية. يبقى ده سبب انهيار دولة المماليك. ضعفت دولة المماليك. ضعفت دولة الايه؟ المماليك. فوق هنا بصوا مكان السهم، المكان الأصفر اللي فوق هنا، رأس السهم هنا فوق، في دولة كانت لسه بدأت تظهر في الوقت ده. كان في دولة لسه بدأت تظهر. إيه ده؟ إحنا دولة المماليك انتهت كده يا مستر؟ أه هقول لكم أه هتنتهي. في دولة كانت بدأت تظهر هي الدولة العثمانية. الدولة ليه؟ العثمانية. إيه النتائج اللي ترتبت على ضعف دولة المماليك؟ في سنة 1516 انتصر السلطان سليم الأول. سليم الأول ده إيه يا مستر؟ عثماني، على المماليك في معركة اسمها معركة مرج دابق. بعدها على طول، مرج دابق دي في سوريا، بعدها على طول انتصر السلطان سليم الأول سنة 1517 على المماليك في معركة اسمها معركة الريدانية. معركة اسمها معركة الإيه؟ الريدانية. بعد معركة الريدانية عام 1517 تحولت مصر إلى ولاية عثمانية. تحولت مصر إلى ولاية إيه؟ عثمانية. تمام كده يا حبايبي؟ هنسأل في الأحوال الاقتصادية
وهنسأل في نهاية دولة المماليك وأسباب انهيار دولة المماليك. معاكو 3 دقايق، أقل من 3 دقايق كمان. هتبدأ؟ ماشي. تمام. نبدأ بمين؟ مين اللي قال ماشي؟ وقفه. انا زهر. يلا زهر، يلا زهر. ماشي، نبتدي بالاحوال الاقتصاديه. هقول لك بما تفسر، بما تفسر او دلل على صحه العباره الاتيه: تقدمت دوله المماليك من الناحيه الاقتصاديه. تاني كده يا مستر، معلش. دلل على صحه العباره الاتيه: تقدمت دولة المماليك من الناحية الاقتصادية، أو تطور دولة المماليك في النواحي الاقتصادية. اهتموا بالزراعة وشق الزرع والقنوات وتنوعت المحاصيل الزراعية، واهتموا بالصناعة، وكانت مصر من أشهر المراكز الصناعية في العالم الإسلامي. تمام جدا. تمام. ايه تاني؟ نهاية دولة المماليك. انتهت دولة المماليك بعد معركة اسمها معركة الايه؟ ها؟ معركة انا؟ الرأي ده يعني سنة كام؟ 1517. تمام؟ يلا سمية، الاحوال الاقتصادية. اهتموا بالصناعة، فكانت مصر أشهر المراكز الصناعية في العالم الإسلامي، واهتموا بالزراعة فشقوا الترع والقنوات وتنوعت المحاصيل الزراعية، وبعدين ضعفت الدولة. سمية استني بس، سمية بتقري؟ سمية والله لا، صح والله لا، وحتى ما جنب. ماشي. السلام عليكم. طب بتعرفي ليه؟ طيب ما شاء الله. السلام عليكم يا مستر، ازاي حضرتك؟ بخير والله. معلش والله، هي سمية فعلا مش بتقرأ، حتى انا مستغربة والله. انا جيت قعدت جنبها لما لقيتها بتجاوب، فانا قعدت جنبها لسببين. هي الاول بتشكر في حضرتك جدا 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 وجزاكم الله خيرا، وانا والله حابة من الاول ان انا اشكر حضرتك. حابة بس اوضح لحضرتك انه سمية في حياتها كلها ما درستش دراسات اجتماعية، لان احنا عايشين في السعودية وبندرس السعودية. فبتدرس منهج سعودي اللي هو ده حكومي سعودي. بتدرس اللي هو منهج الأسرة الحاكمة بقى، والحاجات اللي هي السعودية خالص. فعمرها ما درست السعودية. فاحنا عمرنا ما درسنا مدرسة مصري. فانا حبيت بس ايه، يعني انا النهاردة تعمدت ان انا اقعد جنبها اشوف هي بتقرأ ولا بتعمل ايه، ولا ازاي تجاوبت اساسا مع المنهج المصري اللي عمرها ما سمعت عنه قبل كده. فلقيت فعلا انها والله لوحدها، فجزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. هي حبت الماده من حضرتك. ربنا يحفظها. فجزاكم الله خيرا، هي حبت الماده والله من حضرتك يعني، فجزاكم الله خيرا. شكرا، شكرا جدا. الله يكرمك يا فندم. هي تاني عدد اصلا منهجها تاريخ اسلامي، يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والحاجات دي كلها، في حاجات سهله جميله جدا ان شاء الله معانا. وعلى فكره يا حبايبي البنات، ريتال وزهره وسميه، احنا هنقف في السنه دي عند العثمانيين. يعني احنا دلوقتي دوله المماليك اتهارت، تمام؟ هنبدا ان شاء الله لو لينا عمر بدايه سنه ثالثه اعدادي بالدوله المملوكيه والدوله العثمانيه. يعني ان شاء الله هنبدا تكمله التاريخ في اول سنه، في اول ترم في ثالثه اعدادي، بالدوله اللي احنا نختم بيها اللي هي الدوله العثمانيه. تمام كده؟ لان التاريخ زي ما قلت لكم في اول حصه عباره عن سلسله متصله، فلازم نركز السنه دي جدا في دولة المملوكية والدولة العثمانية، عشان هيكمل معانا إن شاء الله السنة الإيه الجاية. طيب أنا عايز زهرة، قولي يا زهرة. نعم يا مستر. زهرة قالت، زهرة قالت، قلت يا ماما معلش، قولي يا ريتال. ريتال. أيوة يا مستر.
اهتموا بالزراعة ايه يا فشطبوا ماما الزراعة حفظتي؟ والقنوات، واهتموا بالصناعة فكانت مصر أشهر مركز صناعية. تمام. طب لو قلت لك يا ريتال انتهت دولة المماليك بعد معركة ايه؟ معركة الريدانية. الريدانية سنة 1517. ماشي يا حبايبي، يبقى 1516 دي معركة اسمها معركة مارج دابك، دي كانت في سوريا. إنما المعركة اللي كانت عندنا في مصر واللي أنهت دولة المماليك ولا أسقطت دولة المماليك كلها كانت معركة اسمها معركة الريدانية. على فكرة عندنا صحراء اسمها صحراء الريدانية في العباسية حصل فيها المعركة. تمام؟ دي كانت سنة 1517، وبكده تكون انتهت دولة الإيه؟ المماليك. طيب انا بحاول ابعت لكم، انا اعمل لكم قياس مساحه صغير كده على فروم، بس ما اعرفش الشير او الشات مش شغال ليه. شايفين معايا الشات مش شغال صح؟ طب ممكن نوقف الشير؟ لا موجود يا مستر المره دي. انا الشات عندي موجود. لا الشير شغال صح؟ اه شغال الشات. الشات شغال اه شغال عندنا، بس انتوا موجود واقف عندي. واقف عندي صح؟ اه هو واقف عندي. طب ممكن اقفل الشير كده ونجرب الشات؟ ثواني اقفل الشير. الشات مش شغال. تمام. المهم طب انا هشغل الشير برضو، وهشغل القياس المساواة منين؟ من عندي برضو. خليكم مركزين معايا. تمام كده؟ طيب شايفين الشاشة؟ شايفين الشاشة يا حبايبي؟ هاي مستر. تمام ثواني بس بيحمل. تمام يلا يا سميه. اول سؤال يا سميه، تولى المنصور علي الحكم وكان نقط وصيان عليه، مين اللي كان واصي على المنصور علي؟ سيف الدين قطز. تمام سيف الدين قطز، ده اول سؤال معايا. يلا يا مين هيجاوب السؤال الثاني؟ ها انا ريتال. اتفضل. ماشي يلا ريتال. تنازلت شجر الدر عن حكم زوجها مين؟ عز الدين أيبك. عز الدين أيبك. تمام بعد كده يلا ها على الدور. انتهت دولة المماليك نهائيا بعد معركة ايه؟ لسه قايلينها الريدانية. الريدانية كان سنة كام فاكرة؟ 1517. 1517 تمام. نيجي بعد كده يلا سمية، اكتشفت نقط طريق رأس رجاء صالح. البرتغاليين. تمام. ما النتائج مترتبة على معركة عين جالوت؟ يلا رتا. رتال. أيوة مستر محمد. انتصر المسلمين وهزيمة المغول وحماية مصر من الخطر المغولي. مصر والعالم الإسلامي من خطر الإيه؟ المغول. تمام. عندك حاجة تاني؟ لا. يلا زهرة قولي لي برضو ما النتائج المترتبة على معركة عين جالوت برضو يا زهرة. حاضر. انتصار المسلمين وهزيمة المغول وحماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص يا حبايبي، وبكده يكون الدرس دولة المماليك انتهت خالص، وإن شاء الله الحصة الجاية هناخد لما ناخد درس جغرافيا، لما ناخد نكمل الايه التاريخ. في حد عنده حاجه صعبه في الدرس ده؟ اعيد في حاجه تاني؟ ها لا شكرا لحضرتك يا مستر. تمام. طب عايزين حاجه قبل ما اقفل؟ شكرا لحضرتك يا مستر. شكرا يا مستر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبايبي. وعليكم السلام.